انت بتدوري على ايه؟ فين موبايلك؟ موبايلي تقريبا نسيته في العربيه. نفسي ابطل الخصله دي. غريبه، مع ان امي قالت لي ان انت كنت لسه بتتكلم في الموبايل دلوقتي. انت بتسجل لي؟ مشكلتك يا عبيد ان انت فاكر ان انت ذكي وكل الناس اللي حواليك اغبيه، بس النهارده بقى اكتشفت ان انت اغبى بني ادم شفته في حياتي. عشان تبقى عارف، كل الشركه عارفه ان انت فيك الداء المهبب ده، بتقعد تسجل الناس كلها عشان تمسك عليهم زله او تاسفنهم. تقوم تسجل لي انا؟ بسجل ايه؟ هاتي الموبايل. وانا برضو مستغربه ليه فجاه كده بقى قلبك عليا وعمال تنصحني. وحرام عليك يا دوله، انت تستاهلي قصور وانت حته الماز وذهب. انا برضو بقول لنفسي يا الحدايه بترمي كتاكيت، وليه فجاه كده العدو بقى صاحي؟ كبرش الموضوع ما لا دوله، هاتي الموبايل. ده عارف ان انت جاي تسجل لي؟ ما تنطق، عشان الموبايل لسه شغال وعايزاه يسمع اجابتك بنفسه. وانت بتتكلم من قد ايه يا دوله؟ وحياه امي اللي انت لسه شايفها دلوقتي، لو ما رديت عليا يا عبيد لا اقول. خلاص خلاص، انا ما اقصدش اي حاجه، بهزر. وحياه عيالي بهزر. وحياه عيالك؟ بتحلف بحياه عيالك كده؟ شوف بقيت عامل ازاي زي الارنب قدامي. والصراحه الباشا بتاعنا قال لي لو رجعت لي من غير خبر يريحني من عند دوله ما تخشش عليا، وراح مكلم الحسابات قال لهم يصرفوا لك 5000 جنيه، يعني زي ما تقولي كده تعويض. اقسم بالله العظيم انا في اللحظه دي ما بكذب. وكنت بتسجل لي ليه بقى ان شاء الله؟ هتقدمي في مسابقه سمعنا صوتك؟ انا اصلي شوف يا دولة، انت لو طلبت مني كلمة الحق اللي طالعة من قلبي فعلا هقولها لك. الصراحة أنا مبهور بيكي، مبهور بيكي أوي يا دولة. يعني صحيح انت قرفتيني وركبتي فوق كتاف الشركة وخلعتيني، بس أنا محترم دماغك. شوفي انت عجباني، عجباني فوق ما تتصوري. احنا لو ربنا وفقني خلاص خلصنا. اللي حصل دلوقتي انا هنساه، ربك برضو ستار. لكن اي حاجه هتحصل تاني انا ما اضمنش نفسي ممكن اعمل ايه. طب والشركه هترجعي؟ ارجع قول لضيا بيه عشان خاطر هو اهتم وبعتك لغايه عندي. انا هرجع الشركه بس خليله ال 5000 جنيه عشان انا كرامتي ما تتقلش بمال. هي تمام يا باشا، العينات كلها مظبوطه. اه كيمو يا حبيبي، هتسلمني البضاعه امتى؟ سعادتك اديني بالظبط 48 ساعه. ليه ما نخلصش الحكايه اسرع؟ بضاعتك جاهزه، فلوسي حاضره، فين المشكله؟ البضاعه لسه هتيجي من بني سويف يا باشا، انا اصلي خزنتها هناك. طبعا سعادتك عارف الظروف، وعشان كده كان لازم أشيلها في مكان بعيد. بني سويف؟ هو قال بني سويف يا صبري؟ خدتش بالي يا باشا. أمال فين مدام شهيرة؟ على فكرة يا ثروت بيه، المفروض إن سعادتك بتتعامل معايا أنا مش مع المدام شهيرة، مش كده برضه يا سعادة الباشا ولا إيه؟ ثروت بيه، أنا حدد سعادتك تليفون بعد يومين أقول لك الحاجة جاهزة. سعادتك تستلم بضاعتك وتديني فلوسي، ويا دار ما دخلك شر. وعلى فكرة يا باشا، معرفت رجالة كنوز. أنا إذنك. يا باشا، هي اللي اسمها شهيرة دي قرقشت دماغك للدرجة دي؟ اللي عمله الجدع ده خلى الموضوع يكبر في دماغي أكتر. يا باشا ما تخليش حد ينرفزك ويعصبك ويرفع لك الضغط. ده كلب واطي، اذا كان خان ولي نعمته تتوقع منه ايه؟ طب قول لي بقى، انت كاره الكلب ولا حابب القطه؟
الاثنين. الاثنين يا باشا. فسر كلامك يا قادر وشتني. اجدع مسا على الصحبة الحلوة. ايه الجو ده؟ مفيش يا مجاهد، تعالي شديلك شدتين، خديلك سيجارة، مستفتحينها بالندالة قوي كده. ندالة ايه يا ولية؟ انا قلت بدل ما كلفتك بنفسين تاخدي حقك واحد صحيح. ماشي يا اخوي. صباح الفل، مبسوطة؟ مبسوط. طب يلا غوري بقى عشان نعرف نكمل كلامنا. طب خلي عينيكوا على الحكومة، لحسن الغربان بتحوم السعادة. ما قلتليش رأيك يا صاحبي. طب وحياة العشرة اللي بيننا؟ عايز اصرخ بعلو وحسي واقول يا خالق اوه لحد ما يغمن عليا. انت هتفضل متقنح كده؟ ما تسمعني رأيك. رأيي؟ يا عم انت بتزعل، انت مش فاكر انك كنت هتاكلني لما جبت سيرة الملكة شجرة الدر بتاعتك؟ اعذرني يا صاحبي، ما تاخدش على خاطرك مني، ده انا اخوك، خدني على عيبي. تصدق المثل اللي بيقول القط بيحب خناقه؟ وما كدبش اللي قال بفكر في اللي ناسيني وادور على اللي باعني. يا عم وانت ايه اللي يجبرك على واحدة زي دي؟ نسياك ومش فاكراك. يا عم دي راكبه الريح وبتخلع منك. البنت بتحبني، بس زي ما تقول راكبها عفريت، مخها بيودي ويجيب، حبه فوق وحبه تحت. حبه فوق حبه فوق وحبه تحت. عفريت ايه؟ عفريت اللي بني ادم يا عمنا. ده انت في البلوزة خالص. كلامك ده الغرض منه ايه؟ الغرض منه يا حبيبي ان في عفريت، قصدي بني ادم. بني ادم تاني غيرك في حياتي يا حبيبي. اسمع بقى شحتة، اسمع كلام اخوك اوكا اللي قطع كراسه وكتب اسمه على راسه. الواحدة من دول بقى لما تكون مش عايزة وبايعة تلاقيها بتتنحنح، تزوغ، تدي موعد وتضربها، تكذب، تتحجج. ايه؟ قلت حاجة غلط؟ لا قلت حاجة صح. هو لا مؤاخذة يعني، انت شاكك في حاجة؟ انت اخويا وصاحبي وعشرة عمري، من ناحية شاكك فانا شاكك، بس بكدب نفسي وعامل عبيط. طب اهدى بقى كده وظبط الايقاع وشد لك نفس يدخل نافوخك يطلع من فروة راسك. أنا هتعسس وراها وخليها تحت عينيا، ولو ثبت لي إنها بتلعب بدلها مع حد تاني
هتبقى ليلتها سودة. ابوس ايدك ابوس ايدك، بلاش يا شحت بلاش، احنا الحمد لله ربنا سترها معانا في اللي فات. انا لا يهمني اللي فات ولا اللي مات، دولة دي حقي ومحدش احسن مني ياخدها، لان اللي احسن مني لسه ما اتخلقش يالا، حتى لو ختمت بدم. اهدى يا اخويا اهدى اهدى وتعالى معايا بس اهدى ووطي صوتك هتودينا في داهيه، اشوف لك انا حل. اهدى اقعد اقعد. انا عندي حل بس اقول لك ايه، تكافئني. حل ايه اللي بتتكلم عنه؟ انت ناسي لما كنت بتشتغل مع دولة في محل الملابس بتاع خميس ابو ليلى؟ ناسي ايه؟ تقصد ايه؟ انت هتستعبط ولا ايه؟ ولا يكونش النفسين اللي خدتهم على صدرك لعبوا بيك؟ انت ناسي انك كنت بتصور دولة لمؤاخذه يعني وهي في محل الملابس بتغير هدومها وهي عريانه خالص، وهي يعني ما كانتش واخده اخوانا منك؟ الكلام ده بقاله فوق السنتين، ايه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ هو انا ازاي شحتة؟ ده دي حاجه تتنسي؟ اما كنت بتفرجني كل يوم يا ده على حريم اشكال والوان على التليفون بتاعك، اما كنت بتصور بهاد من اوضه البروفات بس. يا انا شحتة ايه؟ ابصم لك بالعشره، ابصم لك بالعشره، ليك حق. البنت ده ولاد دي كانت اجمل شاسيه في الشاسات اللي كنت بتفرجني عليها. لا يا وعليها صبت رجلين. لا لا ليك حق يا معك حق. ندالتك دي بقى حلو، هي اللي هتكون سبب سعادك وهناك. يعني دولة لو عرفت انك انت ماسك لها زلة هتجيلك قاضة وتقول لك شبيك لبيك. عموما انا مسحت الفيديو ده من على الموبايل قبل ما بيعه للواد غزال. يا راجل يا راجل، انت ناسي ان انا كنت بنقل الحاجات دي كلها على التليفون بتاعي بخاصية البلوتوز. انت يالا لسه شايل الفيلم بتاع دولة ده معاك؟ يا شيحت اهدى علينا يا عم، ما تهجمش علينا كده يا عم الوحش. في ايه بس؟ انا اصلا مسحت الكلام ده من زمان اهو يا عم. التليفون حتى شوف يا عم شيحت اهو، ادي التليفون افتش فيه، فتش فيه يا عم بنفسك يا عم. شوف بقى سيدي، حق عليا حق عليا يا عم شيحت، يعني انه كنت عايز ارجع لك دولة وتعيشوا مع بعض بدل ما ترتكب جريمة يعني وتروح في الحلولي. مش كفاية يا شيحت؟ مش كفاية يا اخي كريمة خطيبتك الاولانية؟ يا اخي ده انا ندمان لغايه دلوقتي اني اتورطت معاك في الموضوع ده. ده احنا خدنا في سكتها تلات ارواح، تلات ارواح يا اخي ما لهمش اي ذنب. التليفون ده معلهوش حاجه، يمكن تكون نهلته على عده تانيه او كارت تاني. ما تشككنيش في روحي يا عم شيحته، هو في ايه يا عم؟ ما قلت لك مسحت الحاجات دي من زمان. عايز تصدقني صدقني، مش عايز تصدقني بقى يا عم انت حر. اوك لو بتكذب عليا هتخسرني. تخسرني؟ تخسرني انا شحته وانا اللي طول عمري في ظهرك يا اخي. طب بس اقرا الفاتحه بس على روح المرحومه كريمه، واستعيذ يا اخي بالشيطان اللي دخل بينا كده، انا اتخلقت منه. اقرا الفاتحه بس على روح كريمه، الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين امين. صباح الخير. ازيك يا نوال؟ الله يسلمك. مين اللي بعت الورد ده؟ ده واحد واقف بره وبيستأذن حضرتك، يدخل ولا لا؟ مين ده؟ لأن مفيش ما بيني وما بين حبايبي مواعيد فقلت أجي من غير ميعاد، مش أنا عشمة محله ولا أنت ليك رأي تاني؟ روح يا نوال دلوقتي. حاضر. أنا آسف نورت يا صديقي.
اتفضل اقعد على الكنبه ولا حاجه اقعد جنبك. اساعدك؟ لا 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 ما تتعبش نفسك، اتفضل بس اقعد. انا مش عايز اتعبك، انا جاي بس عشان اطمن عليك. يا استاذ يا كبير، تلامذتك محتاجينك، وانا اول واحد في كشف تلامذتك من ايام ما كان ابويا بياخدني للشركه وانا عيل صغير. اشكرك يا سيدي على التواضع ده، بس على فكره انت عمرك ما كنت تلميذي، انت من بدري كده طلعت استاذ لوحدك، وطلعت كمان اشطر من ابوك الله يرحمه. الف سلامه عليك يا طيب. عارف اول ما سمعت الخبر ايه اللي حصل لي؟ اتخضيت. انا صحيت اتحسنت وبقت زي البوم، وهطلع قريب ان شاء الله. اصلا انا ثروت ما تموتنيش رصاصه، انا محتاج مخزن ذخيره حيه عشان اقول اي. محدش قال لك اني زي القطط بسبعة ارواح. والله العظيم زعلانه منك. تعرف انا بقالي قد ايه ما شفتكيش؟ ماشي، بس مجيتك دي على راسي من فوق، وحشتني يا ام لسان طويل. مش عارفه اشوف وشك وانت مديالي قفاكي. وبعدين انت ما رحتيش الشغل النهارده ليه؟ اجازه ولا في حاجه تانية؟ لا مأجزه ولا حاجه، بس قررت اروح الشغل بمزاجي، خصوصا بقى ان انا لا بقيت امضي حضور ولا انصراف. طيب حلو، سبح لا لا يعني. بس النهارده وشك في حاجه غريبه، شكلي اسمه ايه؟ خرب بيتك، انت بتحبي يا بنت؟ عيب عليك ان انا خبره. متعوده. وبصراحه كده يا ثروت ما قدرتش اتهم حد، ما انت عارفني ما احبش الظلم. اتعلمت ده من ابوك الله يرحمه، كان دايما يقول لي بات مظلوم ولا تبات ظالم. ويا ريته بات. ده مات. ومات مظلوم كمان. الله يرحمه ما كانش محظوظ، كان حظه قليل ونجمه خفيف، وفي ايامه الاخيره اصابه نحس غريب، صابه وصابني. حتى ساعتها كانوا بيقولوا دي لعنه حلت عليه من شغل الاثار وفتح الجبانات. حلوه دي. هو انا قلت نكته لا سمح الله؟ بس مش ده فرحات اللي انا عارفه وانا عيل صغير يخش دماغه شغل العفريت والجن وابو رجل مسلوخه، وان الاشكيف المخيف طلع لابويا في الضلمه فقال له بخ، فابويا اتخض ووقع مات. قبل ابويا ما يموت باسبوع قعد معايا قعده صراحه، اتكلمنا فيها في كل حاجه، قعده ما تنساهاش. جاب لي فيها سيره القديم والجديد والبعيد والقريب. ولما جت سيرتك ابويا قال لي عمك ضيا ولد قلبه كيف الحجر وعجله كيف الساعه وعزمه كيف الحديد، في وشك ملاك لكن تدبيره هلاك، قتال قتلة من غير سلاح يقتل ويبكي. مش بس كده، كمان بيفرج رحمه ونور على روح المرحوم. أفهم من كلامك ده إنك أنت مصدق الناس اللي بتقول إني خسرت أبوك الجلد وسقته وفلسته وجبت له ذبحة صدرية وبعد كده بكيت عليه ومشيت في جنازته؟ ومش بعيد تكون طالب طار وعقلك بيوزك تطخني رصاصة ولا حاجة، مش كده ولا إيه؟ جواك سؤال وعاوز تسأله ليه؟ بس بتشاور عقلك. صح. قول وأنا عندي الجواب. كنت عايز أقول لك ما شربتش العصير ليه؟ خايف ما عجبكش؟ بس برافو عليك انك لاحظت اني بشاور عقلي، عشان انا فعلا دلوقتي بشاور عقلي اني اطلب لك حاجه تانية تشربها. ما اقدرش. تعرف ليه؟ لان عندي انتفاخ. عاصم، عاصم ده الحلم اللي بحلم بيه طول عمري. واحنا صغيرين كنت بحسده
عشان كنت شايفاه أسعد طفل في العالم. كنت نفسي أكون مكانه، بنت ناس أغنية خريجة مدارس لغات. أبوه كان بيعتبر طلباته أوامر، بس الفرق بيننا كبير قوي. هو ابن الناس أغنية وأنا تفتكري لما يبقى الحلم ده قدامك وقريب منك، قريب أكتر من أي وقت قبل كده، هتحسي بإيه؟ يا حبيبتي هو صريحك بحاجة؟ لا، بس قلبي بيقولي إنه هيصارحني، أنا حاسة بكده. ما تعشميش نفسك. أنا عارفة أنت عايزة تقولي إيه ومكسوفة. تحب أقولك اللي بيدور في دماغك؟ إن عاصم عمره ما هيفكر فيا ولا يبصلي، عشان أنا بنت حجازي عبد المعبود السواق وزينب الشغالة، مش كده؟ يعني أنت عشمانة إن موضوع سعيك في المصلحة اللي هتطلع لعاصم من عند ضياء فرحات هتقربه ليكي ويحس قد إيه أنت جنبه؟ عموماً مقابلتك معاه بكرة دي هي اللي هتبين كل حاجة، ويكشي يتمر فيه. والله العظيم هو اللي خسران لو ما لحقك قبل ما تروحي منه. بس قولي يا رب هو اللي ما يروحش مني. آه أنا عارفة إن الحب بهدلة. يا سلام، ومالك بتقوليها بضمير قوي كده؟ هو في حد جديد انضم للليستة ولا إيه؟ بقول لك إيه، ولا قديم ولا جديد، أنا هروح ألم الغسيل عشان ما تهزقش. انت بتتكلم في التليفون؟ لا، ايه يا نعام؟ انت لسه عايشه بجو الورد والحاجات دي؟ لسه عايشه في ايام زمان؟ وهو الورد بردك حد ينساه ولا يكرهه ولا يستغنى عنه يا ولا؟ انا بقى نسيته وبكرهه كمان، ولما بشوف اي ورد ولا حتى ريحته تعدي من قدام مناخيري بقى مش طايق نفسي. بتفكرني بقى بالبؤس اللي انا شفتها انا وانت زمان. بس الغريب بقى يا نعام يا اختي ان انت شكلك ما نسيتيش. حتى لو ما نسيتش الورد ذنبه ايه؟ وبعدين يا اوكا ده حكايه فاتحه ليها يجي 15 16 سنه ما بقتش عد، وكل واحد منه لله. أنا قلت حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص، هو ربنا اللي هيجيب لي حقي ويجيب لك حقك. خطيبتك دي يا نعم يا أختي هي اللي وديتنا في ده. مين؟ شحتة؟ زكي يا زكي شحتة. انا قلت برضو هتلاقيك متاوي هنا عند انعام. انت لسه زعلان مني يا ابني؟ ازعل منك ازاي يا عمنا؟ ده انت اخويا يا شحت. طب يلا عشان عايزك معايا في مشوار. طب يا عم بلع اللقمه الاول. ما تدخل يا شحت. ازيك يا انعام؟ ازيك انت؟ ما تقعد شويه. لا معلش ورانا مشوار كده، هجيلك. ماشي، السلام عليكم. يلا يلا هجيلك يا انعام. صباح الخير يا بيه. يا ساتر يا رب، هو في ايه؟ ايه يا عم، شفت عرسة ولا ايه؟ جو حر، افتح لنا الازاز شويه عشان يجيب شويه طراوه. طراوه؟ افتح يا جدع. قوي قوي عرسة وعايزه طراوه، ايه الجمال ده؟ انت بتعمل ايه في عربيتي يا جومانجي؟ انت جاي تسرقني ولا ايه؟ لا 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 لا، السياحه دي مش هتنفعك، دي هتضرك. انا ممكن اسيح وعندي لسان قد كده واسمع الشارع كله. ها نسيح بقى ولا نبطل زيطه؟ ما هي الزيطه هتضرك انت مش هتضرني انا. انا عن نفسي ليا ملف في الداخليه ومسجل، اي حد تروح تساله على جومانجي هيقول لك سمعته زي الزفت.
طب ايدك بقى جومانجي علشان يمكن الداخليه تعرفك، انا ما اعرفكش، ما اعرفش ايدك دي كانت فين. هتعرفني لما نقعد على القهوه ونشد حجرين ونقعد نرغي. ميرسي جدا على العزومه اللطيفه، بس انا ما بدخنش يا جومانجي. شكرا. قهوه ايه وحجرين ايه يا راجل انت؟ انت مالك يا ابني؟ انت بتبرشم ولا بتشم كله؟ لا ده ولا ده، بحشش بتاع. ما شاء الله ما شاء الله، لا ربنا يبارك لك. بقول لك إيه، هو الحاج عوض الكلاف بعتك بخصوص حاجه معينه يعني، ولا انت جاي فسحه وزياره كده سياحه يعني؟ ممكن افرجك المنطقه، منطقه جميله جدا يا عم. انا جاي انقذك. الحاج كلم الاستاذ عاشور المحامي وقال له ياخد وصولات الامانه اللي انت ماضيها بايدك ويطلع بيها يعمل بيها قضيه، وشكله كده ناوي على الشر. يا تلحق نفسك يا ما تلحقش. ليه هو في ايه؟ مش كان بينا اتفاق يا اخي؟ الله، هو كل شويه يطلع لي مسمار جحا. لا اتفاق ايه، كل سنه وانت طيب. اصل المعلم صلى صلاه استخاره وجات له الاشاره والبينه وهو على السجاده وعرف انك بتهجص ومش هتدفع فلوس، فقال بقى منصه القضاء هي اللي تحكم. منصه القضاء حته واحده، استغفر الله العظيم يا رب. ماشي يا عم جومانجي، قول للمعلم بتاعك يستهدى بالله وانا اعدي عليه النهارده. على فكره انا كنت ناوي اخد العربيه دي واتكل، بس قلت كفايه تستبح بوشي على الصبح. يا قد ايه انت حنين يا جومانجي، فعلا فعلا والله متشكر جدا. هل انت متاكد انك هتعرف تسوقها؟ دي مش عربيه كارو. ها حبيبي. طب يا عم ما تزقش، ده انا جاي اخدمك وجاي وخالع من ورا المعلم وجاي لك مواصلات، والتاكسي عامل بندره سخنه، وانا بصراحه مكسوف منك. مكسوف مني يا جومانجي؟ يا جومانجي ده احنا بقينا انتيم، مفيش كسوف بينا. وبعد كده لو ده كسوف يبقى البجاحة هتبقى ازاي؟ اتفضل. ايه ده؟ 50؟ الله يمسيكي بالخير ياما، قالت لي كل واحد ومقامه. 50؟ لا لغات يا جومانجي، برافو والله، كل واحد بمقامه. يعني انت اللي ليك مقام يا معفن؟ سلامة يا جومانجي، بحبك.